كيف الوضع؟ والله الدكتورة عن جد شاطرة كتير، حتى لو ميت بعيش. رح شوف إذا محتاجين شي جوا. وقف محلك، وقف وقف وقف، لوين صهري؟ شبنا؟ نحن فينا نتصرف، إذا احتاجوا شي نحن جاهزين. وكمان ابن خالتي قلنا إنه ممنوع حدا يفوت لجوا. بس أنا مو أي حدا. شو عم تعملوا هون؟ طلعوا لبرا، ممنوع يفوت أي حدا على الغرفة. إذا صار أي شيء جديد خبرني فوراً، أنا لازم كون موجود وقت محاسبة آدم، تمام؟ بسيطة، كتير منرفة. وهلأ شو بيقيلنا؟ ها؟ طلبت زهور أوركيد لتنحط فوق الطاولات، وصلت ولا لسه؟ طبعاً وصلت، هلأ عم يحطوهن على الطاولات. طلبت كراسي عالية مشان الضيوف اللي بيحبوا يقعدوا، وصلت ولا لا كمان؟ أي وصيت عليهم، هلأ شوي وبيوصلوا إن شاء الله، ما يتأخروا علينا. لا تقلقي ولا يهمك. هاندان خانم؟ إيديل، شو هالحلاوة كنا اليوم؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي، طمنيني عنك. تمام، بس قلت انزل شوف كيف تحضيرات الحفلة وشوف إذا ناقص أي شيء. قالوا لي إنه إيديل وصلت، فقلت هلأ الأمور تمام، ما بقى في حاجة إلي. لا لا تحكي هيك. لا، هالشي مو بس لأنك اللي عم بتديري أعمال نامق، لأنك محترمة وبتعرفي تتعاملي مع الناس. أنت تعودتي تقري طباع الناس منيح وتعرفي تعامليهم كمان. هاد من ذوقك. هديك المدام كمان جاي؟ لا، أو شو جايبة مع أغراضها كلهم؟ لا تضل عنا. كنت مفكرة إنه قلعت من البيت بس رجعت. عن أي مدام عم تحكي؟ المدام اللي بقصدها هي الست يتار. معقول رح تجي؟ اللي بعرفه إنه صلى أكتر من شهرين ما أجت لهم. ليش هي بتفوت عليها دعوة؟ حتى لو كنت مقلعتها، أصلاً هالمرة قليلة قيمة دايماً. عن جد غريب، لك هالمرة ما بتحب حتى حالها، كيف بدك يعني إني اتفق معها؟ هي بالنهاية أخت متبنات لإلي ولنامق، قد ما دللناها بتحس إنه عم نستحقرها على طول. ورغم كل مشاكلها أنا ما قلت لها هذا الحكي بوشها، يعني لو إنها بتعرف قيمتها وبتوقف عند حدودها كنا تصالحنا. حضرتها معتبرة حالها ست البيت وكل هالسنين ما اقتنعت بوضعها، بس أنا تعودت وإنتي لازم تتعودي. عندي إحساس إنك مختلفة معها للسبب نفسه. الحق معي، المدام ما بتحبني. فرهاد هو الشخص الوحيد اللي بتحبه، وطبعاً أخوه نامق كمان، أما الباقي فلأ. على كل حال انسي، خليني شوفها شوي لفيلدان، كمان اليوم بغرفتها ومسكرة على حالها. والبنت الصغيرة ما في غيرها، بدها أمها وما عم تسكت بنوب. يلا برجع بشوفك. أكيد بشوفك. تفضلي خانو. يا تار جاي بعد شوي، بدي عينك تضل عليها. ضروري أعرف شو رجعها يا زينب، أكيد في شي مخطط براسة ولهيك راجع اليوم. بأمرك يا خانو. ماشي. ايه، قديش رح تضل بالقصر؟ بقصد يتار. بس هذا البيت بيتها كمان، تقدر تضل فيه للوقت اللي بدها اياه. ما
نامق بيك، عائلة الست يتار وصلت. ماشي، يعطيك العافية. ما تصالحتي مع يتار لهلأ ما هيك؟ دوري على طريقة لتتعاملي معها. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا أختي. أهلين أخي نامق. أها الموظفة كمان جاية؟ لازم ما تتعب حالك وتحكي بالشغل ببيتك. مو جاية مشان الشغل. وقت شفتها فكرت هيك؟ جاية تساعدنا بالحفلة. أهلا وسهلا فيكي. يلا خبرني فرهاد، شو صار معكن؟ جبناها للدكتورة بس صار معنا مشكلة صغيرة. لا تقلق، حليناها وهلأ هي عم تعمل العملية. ممنوع يموت هذا الحقير قبل ما يحكي، ولهيك لازم نتصرف بطريقة تانية. أنا جبت عيلتي لهون لحتى نقدر نتصرف براحتنا. ماشي ماشي، هيك بيضل أحسن. الموضوع هذا عند جنيت، بدي أرجع على المزرعة خالي. فرهاد، عم فكر بشغلي وما بدي خبيه عنك. بخصوص يجيت، صح انه بالنتيجة هو انتقل على اسطنبول، بس انا بنفس الوقت انسرقت. معقول يكون عم يلحقنا وهو اللي سرق اللابتوب؟ شو رأيك؟ في عندك اثبات او معلومات ولا بس هذا اللي انت عم تتوقعه؟ لا، الموضوع توقع مو أكتر. أنت بتعرف قديش بكرهنا. لو كان هيك ما استنى لهلا. الانتقام حلو وقت يتأخر يا ولد، مع أني ضليت جنبه ودرسته وصار بعدين نائب بعد أداء ظهره ونسي المعروف. طلني جيت، لو ما كان عنده أخ مثلك بحياته ما كان صار نائب. أنت على طول كنت جنبه، حميته ووقفت معه رغم أني ما كنت رضيان. هو مو بس أخي يا خال، هو ابن أختك كمان، صح؟ أنت اللي كنت تقلنا دائماً إنه العيلة والأهل أغلى شي بالدنيا. ما بدي أحكي أكتر، في عندي شغل.